كنترحموا على المرحوم يوسف بالخوجة، معلمة من معالم الكرة الودادية، لأنه مات وهو يحمل قميص الوداد ومزق على صدره. كنترحموا عليه. هذا ماشي جديد، باش عاوتاني الناس، حيت ما عندنا خطاب واحد ما فينش بزاف ديال الكلام. الخطاب هو هذا الشيء ماشي جديد. الجمع اللي فات وعد السيد الرئيس ب باش يكون هاد لا فونداسيون ديال يوسف بالخوجة باش تعتني باللاعبين السابقين، وبعيدا عن الامور ديال كتسمع واحد مسكين لاعب سابق اللي يسكن السطح واللي ما لقاش باش يداوى، حتى حنا نخرطوا فيما انخرط فيه السي القجع بالتوجهات ديال سيدنا الله ينصرو، باش تكون هاد المؤسسة هذه تعتني باللاعب السابق وباللاعبين في الإطار التكريم وفي إطار إيجاد الحلول لهم ماديا. دونك هذه كلها مسائل اللي اليوم الناس قبلوا الاسم المقترح اللي هو الحاج صابر معروف عليه الالتزام ديالو، معروف عليه الحياد ديالو، معروف عليه الحب ديالو والعشق ديالو الكبير لفريق الوداد. أضم صوتي إلى صوتهم وأقول بأن الرجل المناسب في المكان المناسب. نتمنوا لهم التوفيق، ونتمنوا ان مشهد المؤسس بالخوجة تكون غير سميه وبلا خدمه بلا والو. ان شاء الله تكون الخدمه كيف ما قلت منذ قليل، ان الوداد كانت دائما قاطره للفرق الوطنيه، هي اللي كتعطي الامثله. بغينا الوداد تعطي مثال وجميع الفرق الوطنيه ينوضوا حتى هما ويديروا يسميوا مؤسسات اجتماعيه تعتني باللاعبين السابقين وكل الامور الاجتماعيه داخل النوادي.